أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في قولهم يلبس الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، كيف نجمع بين هذا القول وبين حديث بئر بضاعة؟ تغير على قسمين، تغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة فهذا نجس بإجماع العلماء. تغير الثاني بغير النجاسة، تغير بشيء طاهر، تغير بشيء طاهر لكن لم يزل عنه اسم الماء، فهذا الصحيح أنه طهور، أنه يتوضأ به، ومثل بئر بضاعة تغير بطاهر ولم يزل عنه اسم الماء فهذا طهور على الصحيح من أقوال العلماء. أما إذا زال عنه اسم الماء أصبح لا يسمى ماء، كما لو وضع فيه شاهي، لو وضع فيه شاهي ما قال هذا ماء، قال هذا شاهي، أو وضع فيه حنة تغير بالحنة ما قال هذا ماء، قال هذا حنة، أو وضع فيه أصباغ تحول فهذا لا يطهر لأنه زال عنه اسم الماء ولو كان ما تغير به طاهرا لأنه زال عنه اسم الماء.